الشمس تشهد وبرد أستار الظلام، الشمس تشهد وبرد أستار الظلام. وطن وطن مرحبا بكم من جديد في حلقة مواصلة لبرنامج النفاج فاتح في رحاب وسيرة شاعر الشعب الراحل محجوب شريف. مرحبا بكم مرة ثانية ومرحبا بضيوفنا الكرام. مرحبا بك يا عبد الرحمن. مرحبا إلهام ومرحبا بالمشاهدين الأحباب، وسعيدين إننا بنتجول على مدار حلقات في سيرة ورحاب شاعر الشعب العظيم الراحل المقيم محجوب شريف. سعداء إننا نتجول في الرحاب العامرة دي والسيرة العظيمة العطرة اللي هي سيرة شاعرنا الجميل وأبونا محجوب شريف. وفي كل مرة بنحاول نعمل إضاءة على نقطة من يعني بحار محجوب شريف. نحن ما بندعي إننا بنقدر نغطي أو نعمل يعني قراية شاملة لسيرة شاعرنا محجوب شريف، ولكن تظل هي محاولات مننا للإسهام في إسراء المكتبة السودانية بمثل هكذا سيرة عطرة. سعيدين أن نتجول الليلة في الرحاب العامرة دي وفي موضوع جديد وضيوف جدد. ضيوف لهم علاقة بمحجوب شريف وبمشروعه الإنساني والثوري ومشروعه الجمالي والإبداعي. خلونا نرحب بهم، وهم الوحيدين اللي بيقدروا عرفونا على أنفسهم. سعيدين جدا يكون معنا الليلة الأستاذ الشاعر والأديب والناقد والباحث والمهتم بالشأن الثقافي وشؤون أخرى كثيرة حنتعرف عليها خلال الحلقة، الأستاذ عبد الله الزين. مرحب بك وسعيدين بتواجدك معنا الليلة. مرحب بك أستاذ عبد الله الزين، وكمان شاعر الأستاذ وكان رفيق عدة مجالات لشاعر الشعب محجوب شريف الأستاذ والشاعر بدر الدين صالح عيسى. مرحب بك ضيف شريف علينا. مرحب بكم ومرحب بالمشاهد الكريم، وسعيد جدا أن أقوم معكم في هذه المساحة. مرحب بك. مرحب بك يا بدر، وسعيدين جدا. وكمان بما أنه محجوب شريف كان عنده رؤية خاصة جدا وتبشير بالجيل الجاي، ولما يقول جيلا جاي حلو الشهد، وكان نفاج فاتح يعني بشكل فعلي نحو فئة الشباب. سعيدين جدا يكون معنا في الحلقة دي الشاعر الشاب صديقنا العزيز أحمد بركات. مرحب بك يا أحمد. مرحبتين حضرتك وطرحان كل الناس، إن شاء الله نكون خفيفين سل على سادة المشاهدين ونقدر نوفي. مرحب بك ومؤكد جدا نحن في الحقيقة سعيدين بكم خالص، وسعيدين بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا. ونحن في النفاج فاتح، نفاجات شاعرنا محجوب شريف نفاجات متعددة ولا نهائية، وكل ما تدخل نفاج بتتفاجأ بأنه في نفاج جمالي أكثر يعني فتح جديد، نشاطات مختلفة. تماما تماما. حنحاول الليلة نعمل إضاءة على نقطة مهمة جدا اللي هي القصيدة عن محجوب شريف. طبعا ما طبعا يا جماعة نحن مرات بنقول محجوب شريف بشكل عادي كده بدون أي ألغاب، وده لسبب واحد، لمحبتنا وإنه أستاذ محجوب شريف ما محتاج اسمه كافي. يعني لما نقول محجوب شريف بنحس إنه خلاص يعني، وحتى هو عرف نفسه الاسم الكامل إنسان. فسامحونا يعني قلنا محجوب شريف بدون ألغاب وبدون أي تعريفات، لأنه خالد تماما في أذهان كل الشعب السوداني. مؤكد تماما تماما. الليلة حنحاول نتجول برضو في رحاب جديدة وفي نفاج جديد اللي هو القصيدة عند محجوب شريف، قصيدة عند محجوب شريف أو
يعني ترحال وتسفر في أشعار وعوالم شاعرنا محجوب شريف. وضيوفنا الأعزاء هم على علاقة وطيدة جدا بشاعرنا محجوب شريف وبالنشاط وبالحراك الأدبي في البلد بشكل عام. نعم. كده يا أستاذ عبد الله الزين، لو حاولنا نعمل مدخل أو تقدمة للولوج لعوالم شاعر الشعب محجوب شريف، يعني شنو ممكن يتقال يعني أو كمدخل أو نفاج جديد؟ مرحب جدا، أنا سعيد جدا بأنه أكون معاكم في البرنامج عن أستاذنا وصديقنا الشاعر والإنسان أستاذ محجوب شريف. سعيد جدا وأحيي كل الناس اللي يشوفونا، وأنا لأول مرة أكون في قناة الشروق دي كمان زيادة سعادة. يعني المحجوب شريف شاعره الناس بتتكلم عن سهولة المفردة وعزوبة وانسيابية السطر الشعري أو الممكن تقول عليه سهل الممتنع. العبارة دي مثلا هي عبارة يعني دارجة وممكن تكون مستهلكة، لكن الشعر ما عنده تعريف أول شيء. يعني ما تقدر تقول الشعر ما هو الشعر. وأنا بتذكر أنا وهو كنا ليلة كاملة في بيته رحمة الله عليه يعني نتكلم عن ماهية الشعر، ووصلنا مراحل عجيبة جدا من هو ما تنظير بالتحديد، لكن هو محاولة ملاحقة شنو إنك تقول ده شعر وده ما شعر. فمحجوب شريف هو العبارة المعهودة عنه إنه هو زول متسق حياتيا وفنيا وسياسيا واجتماعيا في كل. فسهولة الكلام ده عنده إنه هو بيتناول أي قضية، هو زي ما بقول إنه القضايا العظيمة لا تصنع فنا عظيما. يعني ما لأنه بيتناول قضية عظيمة عشان كده هو شعره عظيم أبدا، ممكن يتناول أقل حاجة ببساطة ويطلع هو الشعر ذات نفسه يعني. فشاعرية محجوب هو سهولة زي ما بقولوا زي الموية هي ما أهم حاجة في الدنيا وأسهل حاجة إن الزول يتناولها. إنسيابية وأهم ومهميتها يعني ما خلقنا الدنيا دي كلها من الموية زي ما القرآن يعني. فالموية هي أعظم شيء وأسهل شيء ممكن توصف شيء معجوب وصفة زي دي يعني. ويعني ده كلام عظيم ممكن جداً. تكون نعم البساطة والسهولة في إنه يوصل الحاجات اللي هو عايز يوصلها، الرسائل المجتمعية اللي عايز يوصلها في كل المحاور يعني وكل المجالات السياسية كانت أو الأدبية الثقافية بشكل عام والاجتماعية. نعم دي ممكن تكون مميزات الشعر عن محجوب شريف. بالضبط، أنا بتكلم عن اتساقه. نعم. الاتساق اللي تكلمت عنه إنه زول هو موقفه الأخذ حياتيا أو اجتماعيا أو سياسيا هو قدره. نعم. بالتالي التعبير عنه يكون بالنسبة له سهل. نعم. ويكاد يكون تلقائي جدا. نعم. ومحجوب يكتب الشعر في كل وقت. يعني في أي وقت ممكن يلتقط جملة أو مشهد أو مواقف والمشاهد اليومية أو صوت ممكن يدبيه يزيله. نعم. قدام الناس في الونسة في الناي وعنده طريقته جميلة. فهو هضمه للحياة وهضمه للمواقف وهو خلاه يكون هو زول يكون واستقباله عن أي زول. فهو ممكن توصيفه كده يعني بقدر بساطته بيطلع شعره وكتاباته بالبساطة اللي هو عايشة ومتعايشة مع المجتمع اللي هو فيه، بيوصل رسائله اللي عايز يوصلها بشكل كامل من المشاهد المواقف اللي نعم اللي بنشوفها يوميا. مشاهد نعم. كل القضايا اللي ممكن نتكلم عنها. نعم يعني بدر الدين انا ذكرت يعني يمكن برضو لانه نحن السلام في مساحه بتاعت موانسه يعني ناخد وندي مع بعض كده. ذكرت موقف محجوب البساطه اللي تكلم عنه عبد الله زين قبال شويه خلت انه كلامه العادي ونسته العادي تتحس انه في شعر. فزرناه مرة يعني معانا كان شاب فنان اسمه أشرف حسن وجاب لنا جك موية، ولما خدت الجك
قام هيئ الناس للحظه بتاعت استماع لقصيده. وعاده محجوب ممكن يعمل الكلام ده يعني يقول القصيده لايف طوالي بدون ما يعني او تاليف مباشر. فقال هذا جك في اشاره لجك. الناس تهيئت للقصيده بغير شك كده اكد تماما للناس انه دي قصيده. هذا جك بغير شك سنشربه. بعد ذاك الناس تمام. رجعت لمحجوب زول اللي بيحب الطرفه والنكته والى اخره. ده كلام عظيم يعني. نعم. بدر الدين انت عندك علاقه طويله وقديمه جدا مع استاذنا محمود شريف. حقيقه يعني ومن الحاجات اللي تشرفت بها جدا بالرغم انه محجوب بيعرفوه ناس كتار وناس كتار بيحسوا كل زول بيحس بانه العلاقه اللي بينه وبين محجوب دي علاقه مميزه. أيوة. محجوب ده حقه هو براوي يعني كده. دي من ميزات محجوب ذاته. دي واحده من شنو واحده من ميزاته. بتذكر انه مره يعني صرت له واحد من الاصدقاء فقام خلاني طلعت مشوار وجيت راجع قال لي محجوب ده شنو ساحر ولي من اولياء صالحين. قلت له ليه؟ قال لي بكل بساطه كده لقيت روحي انا قاعد حاسس بروحي قاعد بحكي له اي حاجه. كلمته عن بيتنا كلمته عن حبيبتي كلمته عن مشاكلنا في الجامعه. ليه الزول ده بهذه البساطه وبهذه التوكل سافي؟ قلت له هذا هو محجوب شريف تماما. فدي الميزات عنده بصماته الواضحه جدا في حياه الناس غير المساله بتاعت الشعر ولا القصيدة والهموم الحياتية اليومية. محجوب شريف أنا مدين له بأنه ساهم في عدل ميزان حياتي. يا سلام. أول ما وصلت سألني قال لي يا أخي الشعر خليه أنت قاعد تعمل شنو؟ أنا وقتها كنت 5 سنين ما يعني توقفت عن الدراسة الجامعية وخمس سنين كنت قاعد أمارس نشاط ثقافي وأحيانا نشاط سياسي وغيره. السؤال بتاع محجوب شريف انه انت قاعد تسوي شنو ده ساهم في انه انا ارجع اواصل ترتيب حياتي انظم حياتي وكان متابع معي حياتي الشخصيه بكل شكل دقيق بقدر ما كان حريص على انه الحياه الادبيه تنتشر وده دور كان بيعمله مع كل الناس. ايوه فعلا من خلال المتابعه دي وانه هو رجعك ثاني للحياه الادبيه والثقافيه. يمكن انت تناولت عدد من 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 قصائده ومن كتاباته. السنبلاية بالنسبة لي السنبلاية من القصائد اللي دائما قاعد نقول للناس إنها بتصلح لأنها تكون دستور بتاع علاقات اجتماعية بين حبيب وحبيبة. اتكلم عن إنه كيف تنشأ هذه العلاقة. يوم ما عرفتك اخترتك سعيد البال أخذت شباب متجن عليك أمان لا جيتك قبيلة ولا رجيتك بال. يعني علاقة ما مؤسسة على جانب بتاع انه يا اخي المرأة تطلب لمالها او حسبها او نسبها او ولا مسحور. ويوم ما كنت في عيني اجمل من بنات الحور. طيب جيت عشان شنو؟ قال جيتك عاشق بيتعلم من الايام. يا سلام. ومن سام الليالي البور. لقيتك في حياتي جذور خدت شروط العايزة او المساحات العايزة لهذه العلاقة. لقيتك في حياتي جذور بنية لفحت بالنور مهجنة من غنى الأطفال ومن سعف النخيل والنيل من أثر الولف كالتال ومن وهج الشمس موال. لقيتك في طشاشي دليل وفي حر الهجيرة مجيل. طب ده اللي أنا عايزه مني عشان العلاقة بتكون هي مطلوب من جانب واحد. طيب الجانب الثاني عايز شنو؟ قال وانا اخترتيني انسانا عزيزا يا سلام مناصفه يعني. تماما نبني هذه العلاقه سويا. انا اخترتيني انسانا عزيزا نفسي بتمنى وسيط الحال عليه حرمت غرسا ما سقيت له حلال ولا فصت حصاته كفاي. طيب هي جابت مطلوباتها وهو جاب مطلوباته كيف تدار هذه العلاقه؟ عنايات واساس. قال بيني وبينك الفكر وجمال الذكرى والنسيان وحسن الظن مشوار الحياه اليوماتي ما بين الجبل والسهل. يا سلام. يعني ما بقول لك انه الجبل ده صعب اطلعه براك والسهل ده انا بمشي معاك بمشي معاك على الحر والبارد. أيوة. بالضبط. ما بين الجبل والسهل ما بين الصعب والسهل 200 زمن ما بمشي معاك الا زول مجبور عليك حاس بانه هو جزء منك وانت منه. بالضبط. عز الليل وفي سكه مطر بكاي. يا سلام. فلا هم تشيلي براك ولا جرح اعاني براي ولا انا علي بعض نمتن. ما في منا بيناتنا انه انا ما سويت لك وسويت لك وسويت لك وانا ما تنازلت وانا ما الوقت ذاك عملته وانا لا ولا انا علي بعض نمتن. طيب بهذه الشاكله هل بنى عالم فاضل؟ لا.
بيؤكد انه هو واقع وتفكيره واقعي جدا لما قال بتزع اليوم الحياه فيها مشاكل اي بنحب بعض اي بنموت في بعض بس في مشاكل بتزع اليوم وازعل وننفعل مرات شكل رياض بس بنتشاغل وبنختلف لكن البحكم الخلاف ده شنو وازعل وننفعل مرات تقبل مني ويتوسط دراعي سكات يعني خلاف جوا البيت ما في خلاف ما انا اخذت بعضه وبشيت اهلي وفينا حنينه تشابك موده تشابك الغابات ونحن اذا اختلفنا سوا بنطيع الصح ولو بدنا القوة بنرتاح وقالوا انه حتى لو وقف كان في لو بدنا القوة بنرتاح كان بيكون نسب واقعية النص ليه؟ لانه في الواقع ما في زول ببيت القوة بيكون شنو؟ مرتاح مش كده؟ فقام لحق المسألة بجملة شرطية قال إذا تمن الملح والعيش رضا الشمات يعني ما بنكون مرتاحين ساكن لو بيتنا القوة بنرتاح إلا إذا كان تحقق هذا الشرط فالسنبولاية من الأغنيات العظيمة جدا أستاذنا محمد وردي قام بتلحينها أخذت معه 10 سنوات في التلحين اتعملت لها 56 بروفة وطلعت عمل عظيم شكرا يا أستاذ بدر الدين ودي ده شكل العلاقة أنا قبل قلنا انه هي دي ما نقد ولا انما هي قرايه جماليه اضاءه في سيره محجوب شريف بالضبط كده هو التجوال مع جمهور تماما مع تجوال وترحال في عوالم محجوب شريف وفي اشعاره وما في اجمل من انك تتجول وتتنقل بين مفردات وعوالم شاعرنا الجميل محجوب شريف ايوه نعم في محور مهم جدا ذكرناه واشرنا له وحنركز عليه في اللحظات الجايه انه محجوب شريف كان متعدد بنفس البساطة والمحبة والعمق ده كان منفتح على الأجيال على الأجيال القادمة أيوة وعلى الشباب أيوة تكلم عنهم كثير وشجعهم من خلال المشاريع اللي تبناها المنظمات المبادرات كان بيشجع دور الشباب في التنمية في النشاطات سواء كانت أدبية ثقافية بصورة عامة سياسية عشان نحن إلهام نشوف الكلام ده ذاته من زاوية شبابية وبعيون شبابية نعم. نرحب بك تاني مجددا صديقنا العزيز الشاعر أحمد بركات مرحب بك حبابك ألف برهان وكل سادة المشاهدين أبونا محجوب شريف هو مشروع متكامل لوطن متعافي وبمنظور يمكن يكون من الدوافع ومن الحاجات اللي بتكون ثابتة الطريقة بتاعة الكتاب عنده أو حتى قبوله للناس هو إنسان في المقام الأول استنادا على حركة الخبار اليومي في نصوصه في تفاصيله حتى في كتاباته قاعد يأسس للبنى ولأنه نكمل بعض حنبنيه والتعاون تشارك هم كل الشعب الثاني قريب من الشباب ونفاج دائما كل كبيره وصغيره يعني ما في مساحه بين في فريق عمري او حتى السبق في التجربه او المكان والزمان وغيره هو اقرب لكل التفاصيل بيساعد جدا في حركة التطور وكيف إنه يقدر يطلع بتجربته للجيل الجاي ويخرج فيهم القيم السامية الجميلة المحبة والتسامح والسلام حتى في نصوصه يعني هو ببساطته قدر يكون ساكن في كل بيت سوداني لو جيت مثلا كافيتيريا تفك الحيرة يا بنت احسن من غيرها يعني هو بيستلحم من الحاجات من حركة الخبار اليومي ومن قرابة الناس فما بتحس انك انت يعني المفردة ما بتحس بغربة أيوة. المفردة أو الموضوع بالضبط أيوة. ببعدها ذاته يعني عن الحاجة كده. الحاصلة نحن عايزين برضو من حق المشاهدين وهو ذاته استاذنا حجوب شريف لو كان معنا كان حيفرح لما يسمع تجارب شعرية جديدة واصوات جديدة نسمع منك قراءة شعرية تمام طيب أول تربالة قبال الليل مرق من تكل الأجوز إنيد لب الفريق بكان سيد خيري راقد ممدد في بريش اللقتنه قصاد الدونكي طاوية أوغاي وماشة كبة هيم جزايم الشوك مخبة كان قلتي آمين أم باكر وري أبا نتشورة وناخدي سكتت طولة وسنتت ويكتير رفع إنها
وحمرت قريتنا سلمتها قلت لها سلام أبني شن حالك أريت أخبارك تمام أني جو فيليك ملان فايد بالكلام أي أسمى قولي وحكمي لوكي هزين الدبري كلمة بقجك من جواي والخارجي قليها بفوق فوق البيوت النايمة في نعش الظروف وديها لأبعد حدود وتذكري كان شفت في حلم الجنوب تلقى الأرض مسجونة بالفال بالأمل ترى كل ما تشرق شمس يا بنية في جواي بخونك بخونك بالوصال ما ليالي الخربة كن طالت تقلقل في ضروب الرجعة لحضنك سكن وانت الأمان انت الحنان انت الوطن انت البراحات اللي بتكبر بالحواجز والحدود انت المناف الواسعة بالهم والجنود انت كابوس دون فواصل او خطوطي باللي شوقك والمئني لسكة بتجحجح ساعتك ما تظن اصلي عارف بجواري فوق سروا كل مشالك انتصاري انت حبي وانت دمي وانت همي وانت ناري وانت كان مالك ومالي وقبل تمشي أنا عندي لك يا بنية فكرة هي فكرة نسوي لجنة لجنة حوار أنا وانت والشوق والخيال تنبسخ سرتك من ذات لجنة تبني لك جواي وطن نجيك من شر الغرام تبقي ذاتي وابقى روحك أبقى نبضك والأمان أروع عينيك بالمشاعر وكل حواسك بالسلام مانينا صادقين في كلامنا أسأل النيل عن صفاتنا تاوقي بالرقراق بلادنا تلقي دارفور فوق كلمة جد واس وجوت لما شان عيوننا السبل رقص وغنى تلقي في مدن الحضارة وشاهق في الخرطوم عمارة الخريف الجانب يقدل ما ضهب شان كان بفتش الاتخانة إلا المصارف رابطة إيده واقفة في نص الطريق وفي ضيق المضيق مديت أيادي اللهفة استجد الحبيب البشتنت كل الصور طواط صف المفردات الحايمة في لب الحواس عريانة تبحث عن جمل تستر جسد كل القصائد وتنتخب شاعر أمين يراود المعنى في داخل بيوت الشوق نزيف يصوت الفكرة في تقولاي نشيد يتاور فيك حنين الرعشة وقتين تقوم كل الكؤوس كل الكؤوس توهي بذات بالأمر العجيب يا بنية يا بنية مالك والعشق في الواقع من الله بتصيب ما ترجي من تعب الرجال الناس فمن عرق الجيوب ما ترجي من ديل الحبيب يا بنية يا بنية مالك والغرام الريد لا لغة لا كلام الريد وطن بسكن دواخلك والسلام الريد وطن بسكن دواخلك يا سلام عليك ده نص عظيم ونص جميل جدا يا أخي جميل جدا وبنرحب بكم تاني مسعيدين والله إنه نستمع ونستمتع مع أصوات شبابية جديدة كان بيحتفي بها أستاذنا محجوب شريف إلهام نعم كان بيفخر بهم ذاته تماما يعني وبشر بشر بالأجيال الجاية بالأجيال وطيب نحن برضو حريصين وهي دي مؤانسة زي ما قلنا ومحبة في رحاب محجوب شريف خلونا نحن حنتطرق للثورية في شعر محجوب شريف وحنسمع قصائد من شعران الأستاذ زديل لكن خلونا نطلع نستمع للمادة دي ونرجع تاني شتت حبا للحمام فهب مسرورا الفؤاد وحب يدعو الآخرين حب حب ومويا عزبة عزومة أجمل ما تكون الجميل عند المحبة أحب من برج الرخام فإذا بمنزلنا الصغير صيوان وساحة مهرجان شفت الشجيرة منصة والغصن المفرهد مكرفون وإذا الجميع من كل لون ملأوا المكان أديك وطاقت المشنقة باحمرار وهديك زوجته والسواسي والصغار مثل الفناجين المتمرة ولا لوز القطن في زمن الحصاد سرب القمار الركب تهذيب شديد تيبان كاكاو بالحليب والدبرة قبرق زوجته صحبات جنس يرد عريس والدبرة قبرق زوجته صحبات جنس يرد عريس حبانهم اللابسين سديرياتهم الزي الموحد فرص الحب الجميل وكأنما الخرز العيون زي أحلى سكسك سكسكانية وزرار أقدامهم الآثار منقاش الخبيز صفقة وهديل رقصا عديل قوقاي وزقزقة وانبساط الرمل يا ذاك البساط المستحيل الرمل يا ذاك البساط المستحيل ضل الضحى الممدود ملاية على السرير أما المخدة فهم بريب الجدول الرقراق ضحك والعشب قام من حوله أطفال النخيل شفع مدارس قبل مرحلة الأساس هش الغمام رس المناديب الرزاز
عطر مناديل الكلام الورد نادت جارته فتحا شبابيك العبير طلعا بفستان الصباح طلعا بأكمام الحرير غنم سلام يا ريش تعيش رفرف بأجنحة السلام إن شاء الله ما تعدم جناك إن شاء الله ما تعدم جناح إن شاء الله ما تلقى الشجر واقف رماح إن شاء الله ما يبقى المطر شهق الجراح يا الله ما تعصف بهذا المهرجان فوج الرياح يا الله ما تعصف بهذا المهرجان فوج الرياح ونعست حلق بي منام شفت ناس أنا ناس أطيب في المركبات سراني في عيونهم بريق حيوية دفاقة وحماس زيت تقول شتت ماس وشفت حول المكتبات بعض الزحام شتت حبا للسلام شتت حبا للسلام مرحبا من جديد في النفاج وفاتح سيرة وتجوال ومحبة ووفاء وتخليد لذكر الخالد العظيم شاعر الشعب محجوب شريف أو أبونا محجوب شريف أو الوالد أو الإنسان محجوب شريف زي ما بحب الشعب إنه ينادي تماما محجوب هو حق الشعب يعني فسموه لقبوه زي ما انتم عايزين نحن طالما نحن في رحاب الشعر ومحجوب شريف نستمع لقراءة شعرية منك يا أستاذ عبد الله الزين. جدا القصيدة دي أنا ما طبعا ما بسميها مرسية لكن هي في الحال بعد وفاة أستاذنا محجوب وهو يعني مقيم ودائما فينا في كل الأشياء حولنا. القصيدة اسمها أرقد سلاما نوم إليك أتم التحايا يا رفيق الناس يا رفيقي يا رفيق الحياة يا صاحبي لا تمتحني تموت تمتحني الحياة أعتلي فشلي وانعدل أنجح أفرح فرحا يطابق حزنه أو يغسر حبتين أنبسط غضبان وامشي تطول سكك المشي في الظلمة تستقيم أو تنعرج أحتر في صديق لو يمتحني الصديق أضيف وأسقط عمدا في شرك شك وتحسس ولو يمتحني الظلام أسخس لو يمتحني الغباش أخضر يمتحني الموت طبعا الموت امتحان وإنت يا صاحبي الموت امتحان زي ما خلى الموت معلم وحلل عبد الخالق المحجوب إنت يا محجوب الموت دفن أرقد نوم سلام راضي عنك هذه البلاد المغدورة راضية عنك هذه الحشود البراري النفاذات البيوت القريبة البعيدة هناك نسوز لفا حديث ليش عليه رأس الجبال عمة لكل قمة شان موكب أزاد عصافير حفيانة فؤاد بلت حشاها من رشحيك غنى ضبطت حناجر غردت شجنا حبا رقصا رطنا لغة وطنا وطن إن مت مات أغنياتك في غناهنا في الحياة أرجو نوم سلام النجيمات بنو نعش في موقع عزاك ما بكن صانا وصيتك ما بكن أنا شفته
في عن قريبك شفتهن هن هن ما بكن الملحمة ومزاحمة عبر إذ عشرقا ربما أنا شفتهن ما بكن ما بكن شهيتنا يا أخي الموت أرقد نوم سلام غابة إذ قرب بالنيل تقول زي ما تقول راصد التواقيت يود فصول الزمن دوارة دواليب الوقت تتحاكر سمعت صريرة عين الخريف شالن تريحات الغشن بيت السماك الماهنة عريج طوت برد مشير تهديم الرهيف اتلفحت غبش الدغش حزام دقشت نهار وليلة خمت نفس تجارة خمت أسرار ويهرا أشرت الريح فروخ الريح الفيح من الجبل كأمانة فروخ الريح جري وطيران تمرين جناح فروخ الريح الفيلم فاز عليه موكب عزاد رح الرحيح يا سيدي أرقد نوم سلام الزمن دولاب والأرض واللاذة يا علي عبد اللطيف الشايل الغرشي شيل يوم قرن الشايل سنهوري شيل الوقع من القصايد كت واحسب تواريخه بعاقي بي العظيم الأمانيات تهار أكنداكات رابح الكنانية مهيرة عبود عش الفلانية عش موسى لغاية فاطمة يا مريم يا أخي أرقد نوم دوالي بالوقت بتدور صحرا يا عتمور إرثا بعيد في الدم عرقا صحيح دساس مجدا بلا تهويل بيت الغنى المسنود مرقو خليل فرح مدماك علي مدماك المبنى عنده أساس أرقد سلام نوم قمرية بتقوقي في فيات الروح بتطلق يدي في التواريخ بوح يخشى الغباش الناس الحزن يتفشى من كتم ليدهما تتضاعف العتمة بكفتي الواحدة نصفق ونبشر عرض صقرية نجارة عصرية زيراية في سارية ياخ كفتك تلوح يا فات الخيوط الضوء لو فضلا توين أو اتمحق اللي تو نمخر عباب الهو نتلافف الضفة الموت معايا يروح نمل القصيد معنا من هامش المتني لمعتل التهميش نقرا الهوى في الموت نزرعنا زولا زول زراعة بطارية شجر الحراز في الصيف بتطلع الخريم ذهبا عجيب أصفر أقله في المعنى بقوت المرحال والمعنى في المعنى ما بيفرق لون ما بيفرق لون كون الحراز فراز كون الحرد فكرة كون الزعل مرفوع لو طارت مبشار بخت اللي عنده عشار والأرض واللادة غابة المنقى شتت الطبيعة عجب بابايا تتملخ دايخة غمرانة منتج شيلة تصارع وشلمة ميري بنت الغاب التين كراج ميري ردت كراج الليو ميري بس عرفت إنه الحرب قامت لكنه ما عرفت إنه ليه قامت وعشت هل نامت ميري تسألني يا محجوب من قفل حيطة مين اللي سد الباب ما في ياخ نفاج تسألني يا محجوب تسألني أرقد نوم أرقد يا أرقد نوم يا سلام يا موت أرقد سلاما يا موت لو تركته كنا نقول دوقته لكن إنك حقيقة شكرا حقيقة يا أستاذ عبد الله على القراية الجميلة دي يعني مليئة بالمحبة والوفاء لشاعر عظيم وجميل جدا محجوب شريف نعم يمكن متابعة لموضوع القصيدة في شعر محجوب شريف كثير من النقاد والكتاب يتناولوا أعمال كثيرة له من خلال نقاشات وورقة عمل أستاذ عبد الله الزين كان يتناولت قصيدة مريم ومي واكتفيت بها الحقيقة أنا في زي ما تكبر في ذلك الكلام إنه أنا واحد مناقد لكن عندي ملاحظات اللي هي يعني وصدف بتخليك إنك تلاقي ناس لاقوا محجوب في محكات وقصيدة مريم ومي عندها حكاية لطيفة بيحكوها زملائه في ورفاقه في السجن لما كانوا في سجن برسودان السلام نعم وأذكر هنا أخونا ضمر علي عبد الحفيظ هو تحية لكل أصدقاء ورفاق محجوب شريف في كل المراحل مراحل السجون والتعزيز كانت الحكاية دي حكاها لي ضمر بعد ما طلعوا من السجن
فقام قالوا هم كانوا في السجن وفجأة محجوب قال لهم دايرك أسمعكم قصيدة. فبدأ يقرأ في القصيدة مريم ومي بنياتي وحشتني. فقاموا هم كناس يعني مناضلين كده وبتاع حسوا بأنه إنه الزميل ده انكسر ولا شنو يعني يا أخي بقى يعني في بنياتي وفي كلام افتكروا انه حيتكلم عن الاسره. فبعد نعم. شويه طبعا القصيده لما تمشي قدام هي قصيده طويله يصعب انه الزول نعم. يستعرضها كلها بتلقى انه القصيده دي هي عباره عن ملحمه نعم. وزي ما قال بدر الدين قبيل عن انه مثلا السنبله هي ممكن تكون دستور لحياه اجتماعيه نعم. دي ممكن تكون يعني اي شيء لحنوا براهم طبعا هم عندهم الهنايا حتى لما اتلحنت بعد ذاك الاغاني دي برا اللحن ممكن يكون فيه اختلاف او في اقتباسات منه. فمريم ومي لحنوها هم جوا لكن انا قبل تكلمت عن انهم سفريتهم هم ذات نفس رفاق واصحابه نعم وزملائه في السجن انه بعد شويه لما مشوا القصيده دي لقوا انه هي قصيده آه يعني زي ما براحات مفتوحه اصحابها قضايا وامور كثيره منها هي زول يتكلم عن مشاعر الشخصيه تجاه تجاه حياته الشخصيه المشاعر زي ما قبل كنا نتكلم في حياتي انه اتساق استاذ محجوب لو يتكلم حتى عن المايك ده ممكن يكون بخص العالم بالضبط نعم نعم. فبتمشي مثلا طريق الشعب هذا بعد حمامه ماجد توريك في بعد كم كوبليه طريق الشعب اوسع من رحاب الضيق وقلب الشعب ارحب من رحابه من رحاب الجو ونبض الشعب كل حلم بداه يتم بداه يتم نعم. وتطلع وبعد ذلك هو بيجي يتذكر انه بناته ديل الحسن شنو انه وتطلع من شقوق الارض الاف المدن قامات ويطلع حتى من قلب الحجر والصي شجر مشاد كالقامات وجيلا جايح الوشه والثابين اوان الجد أيوة. وبعد ذلك كده صبايا نعم. وفتية تتسع الفكره وبراحات بتتمدد قضيه كبيره جدا يعني انها هي بتخص اي زول انا زي ما قلت اللي هو اختصاري ده مكل بالضروره لكن ده انا مزج لانه الزمن ما بيسمع نعم. وانه ممكن انا ممكن اخترع على الاستاذ عبد الرحمن واستاذه يعني يتعامل برنامج لان الناس يقروا شيء محجوب ذات نفسه والله نتمنى أسوار. نتمنى انه تتاح الفرص نعمل اضاءات زي دي يعني بالضبط هي زي ما نعم. حتى الكلام اللي قلناه قبلك على السنبلايه هو أيوة. كان مبتسر يعني سنبلايه انا قدرت اعمل فيها يعني دراسة ممكن تقدمها على مدار ساعتين ساعتين ونص في مكان فحاولنا جبيرك نختصرها على حسب طبيعة البرنامج يعني نعم. نسمع قراية إلهام نسمع قراية أستاذ بدر الدين طيب أنا حاقرا لكم قصيدة صغيرة خفيفة كتبتها في بداياتي لكن كنت مبسوط بها جدا واحد لأنها كانت مكتوبة في محجوب شريف اثنين لأنه محجوب كان محتفي بهذه القصيدة عمره ما قاعد يحتفي بالمديح يعني القصائد اللي اتكتبت فيه اتكتب شعر في حياته وكان ما قاعد يحتفي به لكن القصيدة دي تحديدا كان محتفي بها ما عارف السر شنو مرات بحيث لأنها يعني قريبة لإيقاع معين هو متعود عليه ومرات بحيث به ما عارف المهمة لكن عموما كان بيحبها يعني حتى ذات مرة قال لي يا أخي أنا كتبت لي قصيدة وحقرا لك بعد وفاتك قمت قلت له يعني انت قاعد روحك حتموت قبالي كويس وكنا يعني نتكلم في الحته دي نعم. ف ومع بعض محجوب يا زول يا ابويا مالك قللت الجيه هديت الشغل شويه ولا هديت يا ابويا لو فترت فيك الغنوه اتوسد راحت ايديا خليك يا دول مطامن غنواتك لسه عفية الشتلة حتكبر باكر تتولع نار مطفية والوضع الماي يركز والنخلة الكات مكية محجوب يا زول يا رايع يصيتك ماذا زايع ومحالفك سوء الطالع والحال الخش الواطا وحلفك قال ما طالع لكن وحياتك طالع لكن وحياتك طالع والطالع معاه مصانع تنهد وراه موانع ومكانة هم أمية بالكهرب نضوي صوامع تنضو حياء شعبية ويصن الصوت الأشتر ونغني معاك حرية القمر يقوق في عشه وحمامة تشيل أغنية وتقول يا أبوي ما تعني من غير تحتاج أن تبني فوق الكلمات رضية الكل يا أبوي بيغني راجيك تسرع بجية من فضلك لا تحرمني من شوفة تشفل فيا الكل يا أبوي بيغني راجيك تسرع
تسرع بجية من فضلك لا تحرمني من شوفة تشفيك. يا أخي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جميلا كل يا أبوي بغني راجيك تسرع بجية له الرحمة والمغفرة شاعر الشعب محجوب شريف. يمكن محجوب شريف يتناول عدة قضايا مجتمعية، يتكلم عن الأطفال، يتكلم عن العدالة، يتكلم عن الأدب، يتكلم عن السلام برضو، عن المحبة برضو. نعم. وطبعا محور المحبة والسلام ده محور عظيم جدا طويل وكبير. جدا زاد نخصص له حلقة كاملة إن شاء الله. نعم. لكن واضح تماما إنه الزمن يعني في رحاب محجوب ما بتحس بالزمن حقيقة. نعم. يعني ونحن حريصين إنه نعمل، وزي ما قلنا في البداية إحنا ما بندعي إننا حنقدر نعمل تغطية كبيرة وتغطية محجوب شريف بالحاجة اللي قدمها للشعب السوداني. صعب تماما. نعم. تماما. لكن هي زي ما قلنا مساهمات ومحاولات مننا إنه نعمل ولو إضاءة بسيطة نقطة في البحر الكبير ده، ونحاول نستفيد من الزمن يا بركة. أنا داير أشوف لو ممكن سريعا كده كيف كشعراء شباب وشباب من أولاد البلد دي، يعني الشعب السوداني كله يعني في بتلقى إنه محجوب شريف مؤثر على كل الفئات يعني. نعم. فكيف دارنا نشوف تأثيره عليكم كشباب مبدعين تحديدا يعني؟ أستاذ هو نصوصه وكل قصائده صالحة لكل زمان ولكل مكان. نعم. المشروع الفكري في 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 نصوصه بيوحي بمستقبل أجمل. نعم. قاعد يدي دافع كبير جدا لكل الناس على التربية لحب الوطن وللسماحة وللمحبة والسلام بين 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 كل الناس. الدافع إنه أستاذ محجوب بديك أرضية كاملة لأنك أنت تواصل يعني زي اللي قاعد يقول لك إنه المشروع ده مشروع تكاملي من جيل لثاني بيسلمك كل التفاصيل الممكنة بيساعدك لإكتشاف قدراتك بالضبط يعني. نعم. بديك دافع إنك أنت تقوي من 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 حاجاتك وتسخ من نفسك بصوره كبيره جدا. حتى ال- 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 الاختلاف اللي عندنا في 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 كل السودان يمكن يكون لو اخذنا نصوص محجوب شريف بتلقى فيها كل المناخ السوداني من كل الاتجاهات والثقافات والجغرافيا برضو بالضبط. لا حلفه والجنينه وبارك. ايوه ايوه يعني الربط نيال الان. ايوه شفتها الربط بتاعت المناخات والبيئه دي بتشكل محجوب الوطن اللي يشمل كل الناس. بعدين حتى التربيه على 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 النضال وعلى الفكر الحريه. نعم. وكل الحاجات الساميه اللي القيم الإنسانية والقيم الجمالية دي عبر لنا على الكلام. كانت بصورة كبيرة ذاتها متواجدة في أشعار محجوب شريف إنه كان بينادي بالمحبة وبالإنسانية. تمام. وبشجع لها الجيل والجيل الشباب بصورة خاصة. نعم. الجيل الجاي نسمع قراية من الجيل الجاي. طيب اتعلق عليه حبل الأمان اللي قصرت فيك الوصال، اترنح قدر حلمك وسير، حقق شروط الانصهار واهتف حرية سلام وعدالة إذا شق الظلام نبراس حواك، أصل البكونة بصدق ما ظن بيشرك في هواك، فرض إنه ما بيفرق كتير معنى البعاد عن القريبين في الفؤاد خير الألم في ناصية الذكرى المعاد، عند القلم أكتب بخط إيدك براك تقرير مصير، يا تنسى كل العد راح تبني وطنك بالسماح، يا تبقى مسجون في حلم عاجز يكونك في صراح، كونك تعيش لو مرة صاح أو تبقى لذاتك أمان، تمسح عوارك كم سنة تمبيل شامخ بطول الميدنة، كبر وهلل كل ما سفكت خلايا المنية، فرخ قرب أملك وعود يمكن تعود مجد الخلافة المغبرة، حاصر الضيق بعساكرك وشح الحب الأسف، قيد بيوت بالحدود شتت عيالك بالضغوط وفضل البراء، كان تبقى ذاتك وطن عربي ورطن عينيك بكن، ولما بيك الشجن أقطع طرف بعضك ولوح للسلام، يقطع مطاليق الغرام أدسوا في زيرنا النظام، وسقونا كاس الانفصام بين جدة الروح والبدن، بين الخريطة الآخر مقطوع بالمحن، بين الخريطة الآخر مقطوع بالمحن، شيعنا نصت في الجنوب والباقي دافناه الحروب، كيف المروب والأرض خطيها الكسوف، غيم على الإحساس ظروف سواق علم جواك رفرف بالحروف، يا سمحة يا سمحة جاييك الصباح شايل مصابيح الصلاح، نبنيك سوا وتبقانا صح نبنيك سوا. يا سلام. يا سلام عليك يا أحمد. أحمد شكرا. وأحمد قال شيعنا
نصك في الجنوب. في الجنوب، وتحية تحية السلام وتحية المحبة لأهلنا في جنوب السودان ومواطنيننا في جنوب نعم. السودان ونشير لكم للخلفية الجميلة، هي دلالة على المحبة على خلفية نعم. الراحل المناضل السوداني العظيم المنادي كان بالسلام دوما واضح تماما الراحل حد رحيله دكتور جون جرن، ومن عبره والتحية لكل جماهير شعبنا في جنوب السودان، ونتمنى انه ترجع وشايج المحبة والإلفة نعم. ما شرط يكون في العلايق السياسية او كذا نعم. جغرافيا والسياسة ما حيقدروا يفصلوا وجدان، وحجوب شريف اشار للسلام وعبري نعم. والحفة والجنينة وأشار للجغرافيا أشار لكل المجتمعات السودانية اللي ما ممكن تفصل حاجة يوم من الأيام وبالإشارة لنضالات الدكتور الراحل جون جرن يا بدر الدين صالح عيسى أستاذ محجوب، له تاريخ نضالي عظيم جدا ومعروف، وبنحب نشير يا جماعة لأنه محجوب شريف من ضمن 12 شاعر تقريبا اتقدم أشعارهم في الكاتاس الولايات المتحدة الأمريكية من أعظم المناضلين من جيفارا وعدد من المبدعين والمبدعات في العالم والمناضلين واللي مساهم في حركة السلام والعدالة الاجتماعية والإنسانية في العالم. لو حاولنا نشير سريعا يا أستاذ بدر الدين على أثر التجربة السياسية من معتقلاته، معروف أستاذ محجوب زار أغلب مدير السودان كمعتقل، يعني كنا نتمنى أنه يزوره كسائح أو زول تحرك في فضاء وطنه، لكن زار كان في دارفور، زار شالا، كسلا، يعني كسلا، سجن بورسودان، هنا سجن كوبر، سجن كوبر نعم. دبك كمية من السجون والمعتقلات. التجربة السياسية والنضالية والسجون والتعذيب والتهديد نعم. واسرة على القصيدة عند محجوب شريف. هذه التجربة برغم قساوتها لم تزد محجوب إلا ثباتا وجمالا واملا وتفاؤلا، يعني كنا مستغربين جدا محجوب من جوا السجن بيرسل رساله يقول فيها سلمي لي على حبايب في زوايا المغربيه وقولوا لهم حبوا غنوا الدنيا ما زالت لي. يا الله محجوب علمنا انه السجن نتعامل معه بطريقه مختلفه علمنا انه نتعامل معه بطريقه مختلفه لما قال مساجينك نغرد في زنازين، يعني كلمة نغرد دي لاحظ تجي مع زنازين ومساجين مع طيور عصافير مجرحة بسكاكينك نغني ونحن في أسرك وترجف انت في قصرك سماواتك دخاخينك. فبالكلمة كان قاعد يبني مساحة للأمل والمحبة والود، استشراف المستقبل، استشراف المستقبل، وبالكلمة عبر حتى عن الشجاعة في الحاجة اللي بيخافوا منها الناس الموت، يعني لما قال الفارس معلق ولا الموت معلق شال مشنقته حلق وساب الموت معلق حيرنا البطل. فمحجوب كان بيعلمنا على انه نعايل للموت، نعايل للمصائب والالام بصلابه وبجساره يعني غير عاديه، وده افتكر انه التجربه السياسيه هي اللي قامت ساعدته على ده. بالتاكيد برضه دي مساحه، وهنا السجن والادب الثوري ده محور عظيم، محور عظيم ده مساحه كبيره لكن يبقى ما حيساعد. طيب سريعا جدا يا استاذ بدر الدين، كيف ممكن يتم جمع وتوثيق الاعمال دي؟ والله اولا يعني بنفتكر انه محجوب نسبه كبيره مما كتبه موجود عند الناس، نلحق على قدر ما نقدر انه لانه في قصائد الان موجوده بس في ذاكره ناس معينه ما مكتوبه، نشوف الناس اللي عندهم الشعر اللي ما كاتبينه، اسرته نحن من حياه شديد جدا يعني مهتمه بموضوع التوثيق، تم التوثيق بصوره كبيره، لكن محتاجين توثيق بشكل اكبر عبر الاذاعه والتلفزيون، هذه الاجهزه اللي ظل محجوب كان محروم منها زمن طويل. لكن في هذه المناسبه نحيي قناه الشروق على انها فتحت لمحجوب هذه المساحه، ومن نتمنى انه كل الاعلام يخصص مساحه جيده لمحجوب شريف عشان يكون تعويض مناسب للظلم اللي تم له الفتره اللي فاتت دي. نعم. طيب هو قبيل كان قال احمد بركات اشار لانه هو اشعار محجوب شريف وكتاباته كانت صالحه لكل زمان ومكان، فلما نحن نجي نلم كل الكتابات والاعمال الادبيه دي الماضي الحاضر المستقبل بتلقى انها هي فعلا صالحه لكل زمان ومكان،
فممكن نحن نوثقها ونلمها كلها بحيث انه ممكن نحن لقدام تكون فيها دراسات تكون مكتبة نحن ممكن يعني كده تخدم مجتمعات جديدة ومجتمعات كبيرة. خلونا قبل ما نختم نعمل حضور لمحجوب نفسه بحاجة ما متاحة عند الناس كلهم. دينك وطارق وأروى فاتوا يجيبوا شمعات الجسارة وقالوا قال النيل علي أنا كل شرب البشارة وغابات الجنوب قال أنا الشاي عليهم والحقول الطيبة مني كل السمسمية والشمس مني الفطاير والقمر مني الستاير والضيوف أهلا وسهلا كل أطفال الحجارة أيها الحفل المقدس فلنقف ضد المسدس أو من تحدث بالرصاص فجروا اللحن المكدس في شرايين الخلاص عروس الحفل أهلا حبابك يا تؤنجم من دواليب ثيابك فت طفلة وجيت في أنظر شبابك عمك النيل احتفابك وغنوا ليك الضفتين ثم مالت نخلة قالت حالاتك كنت وين والوطن فرش سريرك جم سريره والنسايب هفها فنك وننت في آخر ضميره والصباح أهداك كوبا من عصيره وتوبا من حريره صلى مهدي الله جنبك ركعتين رحمة القرش الصفاك وجاك ممدود اليدين والخليل أهداك لحنا منه تنزل دمعتين سرحت شعرك مهيرة وقبلت خدك وقالت بالرصاصة دوكي عين. يا سلام شكرا جزيلا بدر الدين وشكرا أستاذ عبد الله وكلمة أخيرة. أوكي أنا شخصياً شاكر لكم أنتم كشباب عندكم الهم لي وأنا سعيد برضو أنكم يعني اتحدوا وأشكر جداً الشباب التيم العامل في القناة وأنه هي دي اللي حصلت أنه زي ما بقولوا أنا شخصياً ما كنت متوقع في يوم الأيام أنه أنا أكون في قناة الفلوس بين قوسين السابقة يعني دي حقيقة ده أمر الشعب يعني أيوة ده أمر الشعب ونحن يعني قدام الشعب وسعيدين جدا برضو نتكلم عن أستاذنا محجوب شريف وأنا والله يعني زي ما بقول هو الزمن أضيق من إنه الزول يعبر حتى ولو ب حاجة بسيطة من نوعيه إحنا في الأيام القادمة نتكلم في محاور أخرى عن أستاذ محجوب شريف و. نحيي كل الناس اللي بيشوفوا شكرا لك تحيه لك والكلام فعلا عن محجوب شريف عن سيرة الراحل محجوب شريف ما حتخلص كل التحيه خاصه جدا لقناه الشروق ويمكن يكون لنا بيك كثير يعني اكثر سعاده بكم ان شاء الله يتم افضل الاعمال. شكرا لضيوفنا اللي كانوا معانا في برنامج النفاج وسيرة محجوب شريف ما حتخلص والكلام عنه ما حيخلص. شكرا للأستاذ عبد الله الزين وشكرا للأستاذ الشاعر بدر الدين صالح عيسى والشاعر أحمد بركات وشكرا لمحجوب شريف وهو حاضر بيناتنا وهو بهي هو بلمنا في كل يعني في كل نفاج. شكرا لكم على المتابعة ونتمنى نتلاقى في نفاج جديد فاتح. شكرا جزيلا. أسكار الظلام الشمس تشهد وبرد واستعر الظلام وطن 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 التعدد التلوى والتقدم والسلام وطن وطن التعدد والتلوى والتقدم والسلام وطن وبينك ما سمّى